خالص، مش محترمة بالمرة. لا هي مش محترمة، بني آدمة مش محترمة ومهزقة أصلا، مش عارفة هي جاية منين أصلا. خلاص يلا. يا أستاذ أنت عملت إيه؟ يا أستاذ بس عشان بس أنا عايزة أفهم إيه اللي حصل دلوقتي، عشان أنا كده بالنسبة لي لا اسأليها هي إيه اللي حصل. يا أستاذة هي عصبية، هي عصبية مدام بتكذب. يا استاذ احمد مدام انت بتكذب، سوري كذابه. استاذ احمد من فضلك حضرتك لازم تيجي هنا. استاذ احمد يا استاذ احمد يا جماعه في عندي كلاينت بالعياده، ما ينفعش والله. لا طب مش ممكن تخرجيها بعد اذنك يعني من هنا؟ طب اتفضلي يا استاذ. انا خدت خمسه على مكانك ممكن تخرجيها من هنا لو سمحتي يا استاذه. من فضلك عملتيلي مشكله مع المدام. قال كلمه ما حلوه اول شيء عني، وكلمه ما حلوه على الكلينيك تبعتك، وسرقوا لي التليفون. صراحه دلوقتي ليها حق يعني. لا انا هلا عندي تروشوز بدي تليفوني. هو انت بترقصي كده يعني ولا بتعملي ايه؟ نعم ولا بتعملي استعراض؟ هي اصلا الاستاذه سينجر اصلا. انا مغنيه. So فدلوقتي يعني انا عشان خاطر انا دلوقتي مثلا مغنيه عشان ترقص في الشارع ولا بعمل ايه؟ طب ايه اللي بتعمله ده؟ طبعا ايه اللي بتعمله ده؟ حضرتك على فكره تعالي نعمل ديل انا وياكي، تعالي نعمل ديل انا وياكي. مش ديل مع حد والله. تريحي يا استاذه احنا كده خلص، تعالي نتجوز ناخذ الاقامه عشان عندي شغل. ما عم يعطوني اقامه، ما بدي اياه. خليه جوزك الك بس حنتجوز بالورق. باخذ الاقامه وبعطيكي 2000 دولار. هو يا استاذ احمد حضرتك لانه انا بدي اوعى بواحد نصاب يسرقني مصريات، هيك نعمل ديل حلو. انا بقول لها ما عملتش. اعطيك 2000 دولار 2000 دولار عشان انا بجد مش مصدقه حضرتك. حضرتك بتضحك على ايه؟ المفروض المدام دلوقتي متضايقه بتضحك على ايه؟ ليه عصبيه؟ ما عم بفهم. ما عم بقول لك شيء. انت مش محترمه، هاخد كلمه اقولها لك. انت مش محترمه. ثانك يو. انا طب بعد اذنك كده مش هتصحى فين؟ بس يلا بحكي لك لوجيك. لوجيك انا ما بتكلمش لوجيك جدا على فكره، وانا زي ما انت قلتي كده انا مش محترمه وكل حاجه. انا ما قلت انت مش محترمه. طب خلاص اقعدي بقى ساكته، بطلي كلام كتير. انا ما قلت هيك، انت اللي قلتي. وإذا ما تحطي ايدك علي ممكن اضربك كف تصيري هون يعني. لا حضرتك ما تضربيش تعملي كده هنا في العيادة. تضربي مين؟ إلك. انت ما عرفتيني. إلك شو بتعملي هيك؟ طب بس اقعدي كده بس اقعدي بس كده. اقعدي اقعدي بس كده. بدي اوقف. شو خصي؟ انت بارده قوي. نو ماني بردانه. من الصبح قلتي انت بردانه مشوبه. لبتي بردانه. يا استاذه يا استاذه عم بعمل ديل انا. شو فيا؟ يا استاذه اللي بيحصل ده ما ينفعش. شايفه نفسك حلوه يعني؟ هو قبل. انت شايفه نفسك حلوه؟ هو انا قمر مش حلوه. هو قبل. انت قمر؟ قمر بالسد. احنا عندنا ابو قمر بالسد. ولا ايه؟ هلا هو دفع عن بلده شويه. عم بيقول لي لا في ايه؟ لا هو اصبر انت قطع عليها ولا لا؟ ما انا عايز اتكلم. هو مش اتكلم تقول ايه؟ استنى ايه؟ طب اتكلم. مستني لما تضربها يعني. طب اتكلم اهو. انا مستنيك تقول لها ايه؟ لا انا مش واقف خلاص. ايه؟ اهو. شو جوات البيت عامل لي عنتر وبيتمشى وبيتغندر؟ لا عامل كل حته. والله؟ انا بحب الاغنيه دي قوي على فكره.